بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. أيها الحفل الكريم أينما كنتم انطلق على حضراتكم شوطنا أيضا الجعدان ينطلق على بركة الله. نسير وياكم في مقدمة هذا الشوط اللي ينطلق مع الصدارة ومع القيادة مليح صالح بن خميس السعدي في المركز الأول. أما في المركز الثاني أيها الحفل الكريم من يتواجد شاهين سالم بن محمد بن ناصر السيفي مع المركز الثاني. أما في المركز الثالث التقدم من سكر ناصر بن عبد الله السعدي على المركز الثالث. والمركز الرابع المراكز غير مدون معانا في كشف السجل والبيانات، لكن المركز الخامس القادم ظبيان حميد بن سعيد السيفي على المركز الخامس. هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى المنطلقة عودة إلى الصدارة إلى المركز الأول اللي تقدم على الصدارة هذا الشوط يبحث عن الناموس الجميل والانتصار الرائع. متقدم مع المركز الأول مليح صالح بن خميس بن عبد الله السعدي متقدم على المركز الأول باحثا عن الناموس والانتصار الرائع في مقدمة هذا الشوط باحثا عن المركز الأول. الكل يسعى من أجل الانتصار، لكن المركز الثاني ثاني المراكز القادم والمتقدم شاهين سالم بن محمد بن ناصر السيفي على المركز الثاني. المركز الثالث سكر ناصر بن عبد الله السعدي على المركز الثالث. هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى المنطلقة عودة أيها الحفل الكريم، عودة متابعونا الأعزاء في كل مكان أينما كنتم. يتقدم مع المركز الأول إلى الصدارة إلى القيادة في المركز الأول متقدم على الصدارة. شوف اللي متقدم مليح ما زال في القيادة صالح بن خميس بن عبد الله السعدي مع المركز الأول بحث عن الناموس الجميل، لكن ارصد 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 شوف الخطير القادم مع المركز الثاني شاهين سالم بن محمد السيفي مع المركز الثاني. غير اللي بيغير، روح اللي بتروح مع السيفي في المقدمة. في المركز الأول انتزع ناموس هذا الشوط معلن الفوز والانتصار الجميل والانتصار المثير. هذا هو شاهين على المركز الأول إلى الصدارة الشوط إلى المركز الأول باحثا عن الناموس. روح مع التوقيت، روح وطل حديده وروح. هذه النوعية اللي تستحق بكسر التوقيت. يا سلام، الله 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 الله، يا هذا الشوط الجميل، يا هذا هو شاهين سالم بن محمد بن ناصر السيفي محققا هذا الناموس الجميل. تهانينا والناموس على هذا الأداء الجميل. لما في المركز الثاني كان مع المركز الثاني حامل رقم 4 ظبيان حميد بن سعيد بن سلطان السيفي. المركز الثالث ايضا مليح صالح بن خميس السعدي 3:08 هو التوقيت الزمني لهذا الشوط. تهانينا والناموس.